وقر العرب الصمت، فكان علامة على مروءة الرجل وهيبته، وظل خلقا محمودا حفظته الأيام بماء العيون. فماذا قالوا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. علي رضي الله عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. الإمام الشافعي: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. النابغة الشيباني: فذو الصمت لا يجني عليه لسانه، وذو الحلم مهدي، وذو الجهل أخرق. ميخائيل نعيمة: أدركت حلاوة السكوت ولم يدرك الناس حلاوة الصمت، لذا سكت والناس يتكلمون. وأنت ماذا تقول في الصمت؟